أخي شايف هدول الناس النايمين لازم يضلوا نايمين. ليش؟ لأنه إذا فاقوا مصيبة أنت بتعرف النايم مو مثل الفايق. لك يا أخي شو بدك فيهم إن كانوا نايمين ولا فايقين؟ تركهم بحالهم. لك يا حبيبي إذا فاقوا سألونا شو بدنا نجاوبهم؟ أخي مثل ما بدك خلص أنا ما بقى أحكي بالموضوع. تركت لك موضوع العلاقة تصطفل منك لأله تدبره. بكرة شو بكرة؟ بكرة الجمعة. يا عيني عليك بكرة يوم السيارين. هاي نبهتك لا تقولي ما نبهتك. الجمعة الماضية على قد ما كان في السيارين ما لقينا محل موقف يا زلمة. يا عليم الله السيارين عم تكتر بطريقة غريبة لا تحل عني يا أنا صار عم يعني على قد ما في أخي بدي أحسن القصة. بالسيارة ما كان ينزل نسوان. لا أحلى شيء واحد خسران اللي فوقه واللي تحته وراي عازم لي قرطة نسوان ما بعرف كم وحدة. روح التهي بحالك يا زلم. ليك بورصة بورصة بوسة لأيدك نزلت البورصة ولا لا؟ لك الصبر يا أبو جانتي وطولة البال. هدول هن سلاحنا بالمعركة. لك شو معركة ما معركة؟ شي صيد شي معركة. الله يستر ما شي وحدة تقذفنا بسطل المي من فوق. هلا ابوسه لايدك خليني وصلك وروحنا والله تعبت. لك شو توصلني وتروح تنام؟ حدا بينام بهيك ليله يا ابو جانتي؟ شو ليله ما ليله؟ طلع الضو بدي قص ايدي اذا في وحده فايقه لهلا. يا معلم حمدي بوسه لايدك حاسبني وخليني روح. انا شو بدي حاسبك؟ ايوه هلا اختلف الحديث. شلون يعني سيدي على شو بدك تحاسبني؟ يا ابو جانتي انا الطلب اللي جبتك فيه طلب شرطي. شرطي ولا موظف بلدية؟ أشرت لي بالشارع وطالعتك مثلك مثل غيرك. يا أبو جانتي أنا لما أخذتك ما قلت لك هنروح نجيب أربع نسوان. مظبوط. وأنت بدك تروح قبل ما يجوا. إذا شو عملت أنت؟ خليت بالشرط. أيوة هيك لك. شوف معلم واسمعني منيح. أنا طالعتك معي وعم بنطرك وعم بتحملك بس لأني حسيتك رجال مقدر ومحترم نفسك خضرة وصاحب مرأة. بس تجي هلا تعمل لي كاني ماني بتكون عم تلعب بعداد عمرك. يا زلمي عم بمزح معك تفضل. الله يلعن الشيطان وساعته. علي حمدي. نعم يا عين حمدي. مشان الله لا تأخذ يعني مو كل أصابيعك مثل بعض. طلع 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 خليني وصلك على البيت. هي النطرة تبعك هون كلها بلا طعم. طلع. يعني أنت بترضاها أروح على البيت أسهر لحالي واليوم عيد ميلادي يا أبو جانتي؟ والله اليوم عيد ميلادي. تعرف يا أبو جانتي السنة اللي فاتت بكل يوم وبنفس الساعة كان تقريبا شو بدي أقول لك نص دبي بيحتفلوا بعيد ميلادي. شو بدي أقول لك هدايا نسوان روايح بس مثل اليوم أنا ما شفت. صور أربع نسوان صار لي ساعتين منتظر ولا واحدة منهم اجت. وينهم؟ لا بس تعرف أبو جانتي حييجوا. حمدي بورصة ما بيقول حييجوا حييجوا. بس والله لو بدها تشتي كانت غيمت يا معلم بورصة.
اللي استنى كل هالسنين يا ابو جانتي. استنى الساعة. عمر بيمضى.